سبتمبر هو شهر انطلاق أسابيع الموضة حول العالم، والمصممين العالميين حالياً بيتحضروا للمشاركة فيها لعرض أبرز تصاميم مجموعاتهم الجديدة لموسم ربيع صيف 2023. والبداية مع نيويورك فاشن ويك اللي بتنطلق فعاليات يوم الجمعة في 9 سبتمبر لغاية 14 سبتمبر، وبعدها لندن فاشن ويك اللي راح ينطلق في 16 ولغاية 20 سبتمبر، وبعدها ميلان فاشن ويك من 20 ل 26 سبتمبر. أما باريس فاشن ويك فبيبدأ يوم 26 سبتمبر وبيستمر لغاية 4 أكتوبر، وطبعاً إحنا هنواكب أهم العروض ونكلمكم عن تفاصيلها. وبالحديث عن باريس فاشن ويك، المصمم اللبناني العالمي المميز زياد نكد من فترة شارك هناك في عرض مجموعته الجديدة لموسم خريف شتاء 2022، وإحنا طبعاً قابلناه وتكلمنا معاه عن تفاصيل المجموعة. احنا دايما هيك المقابلات معك موسمية، دايما رفقينك بكل اعمالك. اليوم جايين هيك نحكي عن اخر اطلالة لك باسبوع موضة بباريس. بين 30 دراس وكل فستان، يعني انا بحسهم مش عاديات ابدا، لانه طريقة الشغل تبعيتهم كتير قوية وكل فستان فيه حكاية، يعني مش عادي. انا اخذت شوي الستايل كأنه شرقي على هندي، كأنه اميرة هندية. بتشوف الديتايل للدريس بتحسي انه في شيء كأنه اثري، يعني تراثي، مش شيء كتير فيه، يعني حتى اشياء ما بتتطرز هلا. اذا بدنا نقول انت عم ترجع موضة قديمة مثلا؟ لا، انا مش قصدت عم رجع، هو اجمالا دايما نحن بنرجع للاشياء القديمه، للقصص اللي كانوا يشتغلوها قبل. بتحسي في حداره بالفستان، في شيء يعني. وطبعا احنا سالنا زياد عن سبب اختياره للاسم ده بالذات. هي نحن اخذنا العنوان بطريقه مثل كانه، يعني كانه جولوري دايموند، او يعني انا مركبه بازل او موزايك او شيء. كولكشن كانت الاول للشتا، يعني كلها مليانه حجار كمان على السيلفر، هيك عطي شوي طابع الشتوي. اليوم وصف للمرأة هيك يلي دايما بتقصد دار زياد نكد. بالصفة يعني المرأة اللي بتقصدني دايما بحسها انه بدها شيء مميز، هي شغلة، وبتكون اكيد يعني شايفة شيء عندي بدرس او شيء ما لقيته مطرح تاني، هيدي الشغلة. وبشوفها كتير جريئة وشخصية وهيك، يعني بتحب تطلع بطريقه مميزه. نعم. الى جانب هيدي الكولكشن، نعرف دائما انت بورشه عمل هيك متواصله، بدنا نكشف لترندينج، شو عم بتحضر؟ شيء جديد؟ ما عم بحضر هلا انه مثل العاده، يعني هلا ريدي تو وير قريب لاكتوبر، فمن بعد الكوتور تبع فرنسا تبع جانيوري. يعني هلا شو بيطلع شيء مفاجآت كل سنة عنا شيء مثلا. وبالنسبة للريدي تو وير كولكشن، ازاي هيكون ستايلها؟ اكيد عم بعمل اشياء كثير ناعمة، لانه هلا العالم كله بدها اشياء خفيفة وكله عم بيحب الاشياء الاونلاين. ما كثير عم بحب اشترز، يعني عامل قصص هيك سريعة، فان شاء الله خير. يعني في الوان معينه هلا بنشوف انه دارج كثير الالوان الفاقعه، اذا ما نسميها رح تعتمدها بالكولكشن. في الوان فاقعه، في الوان هيك عاتيه، انه خارج يونغ، خارج صبايا، يعني هيك بحبوا يعني باور، فيهم باور بالالوان وعاتين يونغ تياب. يعني اكيد بالاكسسوارز رح يكون في شيء مميز عندك؟ اكسسوارز انا عاده بنزل بكل كولكشن تاتش صغيره، يعني حسب اللوك تبع التيم تبع الكولكشن. اكيد في، اكيد يعني طبعا الالوان الصرخه كانت ترند في الصيف، ولسه هنشوفها كمان الفتره الجايه بحسب ما قال زياد، وانه ريدي تو وير كوتيور او كولكشن عفوا هتتضمنها. على العموم طبعا كل خطوط الموضه والالوان الدارجه هنعرفها اكتر من خلال اسابيع الموضه اللي جايه.